سعر معقول جدا ده، مش مهم المكسب. لا وبعدين جلد كمان يعني. احنا عايزين نشجع الناس انهم يحبوا الفروسيه ان شاء الله. استاذ خالد، طب روح حسام انت عامل زي ما قلت لك. ماشي، روح انت حسام. اهلا استاذ وقتي، خير ان شاء الله؟ مش باين انه خير يا استاذ خالد. افندم، انت مش ملاحظ انك انت ممثل بارح؟ وجدي انا مشغول ومش فاضي للكلام ده، يا ريت تجيب من الاخر. انت عارف ان انا طول ما انا في اللوكاندا وقتي بيبقى للشغل وبس. برافو برافو، الله. بقول لك ممثل جيد جدا. ايه هي تلميحاتي مش مخوفك؟ انا عمري ما عرفت الخوف، لاني طول عمري انسان نظيف ودغري. لا، في دي بقى انت ما عندكش حق. قصدك ايه؟ اقصد ان انت مش دغري، لانك ما بتمشيش غير في الطرق الملتوية. عارف ليه؟ لانك زي التعبان. احترم نفسك بقى ولا ايه؟ عايز تطرد من قتل عمي؟ انت عايز ايه بالظبط؟ كده نتفاهم. استاذ خالد، انت كنت دايما بتمثل دور الراجل الطيب قدام ليلى، وكتير كتير قوي حاولت انك انت تصغرني قدامها. مش بعيد كنت بتحذرها مني ومن اخلاقي. طب وانا ليه يعني حاجة؟ ارجوك ما تقطعنيش، سيبنا كمل كلامي. انا اكتشفت وبالصدفة انك حاجة مختلفة تماما عن الصورة اللي انت راسمها لنفسك. رغم تجريحك الشديد ليا، إلا إني برضه هطول بالي عليك. يا ريت بقى تجيب من الآخر. ماشي، عمر هسألك عن واحدة اسمها مكون من 3 حروف، أول حرف منه سحر. سحر؟ سحر مين؟ سكرتيرة جميل بيه. مالها؟ أنا مش فاهم أنت بتتكلم عن إيه بالظبط.
ما تحاولش تعمل ذكي عليا اكتر من كده، لاني عرفت كل حاجه، سمعت كل كلمه اتقالت على البسين، المفطس، حمام السباحه. سيادتك بقى ايه؟ بتراقبني؟ صدفه، صدفه يا عزيزي مش اكتر. انا كنت ماشي عامل كده، الكلام وقع في وداني. حرام عليك يا اخي، حرام عليك، دمرت الولايه، كل ده عشان خاطر الفلوس؟ ملعون الفلوس اللي تعمل في الناس كده. صدقني يا وقتي انت مش فاهم الموضوع. ومش عايز افهم اكتر من كده. بس على فكره سرك، سرك يا استاذ خالد انا شلته جوه البسين. متشكر، متشكر قوي يا وقتي. انا بس على عارف. شرط تبعد عن ليلى. ليلى؟ ايوه بس ليلى هتقولي بتحبها. شوف في جمله دايما بتتقال في المناسبات اللي زي دي، اللي هي ايه؟ الكلام ده على بابا؟ صدقني يا وجدي ليلى فعلا بالنسبه لي حاجه تانية خالص. خلاص يبقى انا مضطر اروح لليلى اقول لها على طريقتك واللي عملته فيها. ده يا وجدي اقعد مره خليك جدع، انا مش عايز ليلى تعرف اي حاجه عن الموضوع ده خالص. كده تبقى حلو ولطيف وشاب جنتلمان ولذيذ وتبعد عن ليلى. ماشي ماشي إيه اللي تشوفه وقتي. بس حسك عينك لو لعبت بديلك كده. لا 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 انا اوعدك ان انا لا هلعب بديلي ولا اي حاجه خالص. ايوه عشان انا ما عنديش استعداد في عز البرد ده انزل حمام السباحه اجيب منه السر واعوم بيه على ليلى. سلام. بس يا بابا انا من البدايه مش مرتاحه للي اسمه جميل ده. جميل بيه؟ ليه يا بنتي؟ ده راجل محترم. بس اللي عمله مع بسيوني ما بيقولش كده. بالعكس بقى ده بيدل على انه معدوم الضمير. ولا ست السكرتيره اللي معاه دي شخصيه غريبه كده. سحر هاني؟ ايوه. مالها هي كمان؟ شخصيه غامضه. تصور دي بتحاول تجر رجلين خالد. ازاي الكلام ده؟ انا مش مصدق يا ليلى. على العموم انا متعاطفه جدا مع بسيوني ده، مسكين. بلا بسيوني بلا زفت، احنا شفنا منه من يوم ما جه غير وجع القلب. ولو انه صعبان عليا بعد الكلام اللي قالتهولي عنه بهيره، بس بنت احب اقولك ان الشغل ما فيهوش مكان للعواطف. يعني ايه؟ مش فاهم يا بنتي. انت لسه صغيره وما فهمتيش الدنيا على حقيقتها. انا مصالحي تحتم عليا اني اتمسك بجميل بيه، لان المشروع اللي هنعمله سوا كنت بتمنى طول عمري ان انا اعمله. وبعدين انت عارفه انا نفسي اختم حياتي بمشروع قومي عظيم. طب وخالد يا بابا؟ خالد نسيبه كده يضيع بين ايدين الست دي؟ يا بنتي خالد اخلاقه متينه، مش ممكن ابدا تاثر فيه سحر ولا غير سحر. وعلى العموم سيبيلي انت الموضوع ده، انا هتاكد منه بنفسي. استاذة بهيرة، يا ترى ممكن اخد من وقتك 5 دقايق؟ ايه المفاجأة الحلوة دي؟ انا خايفة لكون معطلة. لا 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 ابدا، بالعكس انا كان نفسي اتكلم معاك. بس انا شايفة قدامك اوراق، واضح جدا انك كنت بتشتغل. ده ليلى هانم طالبة مني شوية بيانات بخصوص الاوتيل. ليلى دي ذكية جدا، شعلة نشاط. فعلا عندك حق. المهم اخبارك ايه؟ انا الحمد لله، بس كان عندي مشكلة وكنت عايزة اخد رأيك فيها. انا تحت امرك طبعا، ويا رب اكون عند حسن الظن. انت عارف ان انا دايما بثق فيك وفي قرايبك. عموما ده شرف كبير ليا قوي، انا تحت امرك. ايه رايك في فايق؟
فايق بيه؟ بصراحة ما توقعتش انك تسأليني سؤال زي ده، خصوصا ان انت عارفة رأي فايق بيه كويس، ده الراجل ما يختلفش عليه اتنين. لكن تسألي السؤال ده ليه؟ انا بسألك عن فايق كزوج. زوج؟ انا مش فاهم حاجة. اصل بصراحة كده فايق طلب يتجوزني. ايه؟ دي مفاجأة فعلا. يعني اصل ما كانش يخطر في بالي ان راجل زي فايق بيل طول عمره واخد الحياة جد يجي عليه يوم ويفكر في الجواز. وهو فكر، ايه رأيك؟ على خيرة الله طبعا، هو فايق بيه بصراحة راجل ما يتعوضش. يعني ده رأيك؟ طبعا. ألف ألف مبروك يا بهيرة. ميرسي. طب أسيبك دلوقتي. إيه ما هو بدري، عندي شوية حاجات بكتبها عن اسمك. مع السلامة. حكاية كده بقى بتتعقد أكتر. أسافر؟ أسافر ده إيه؟ حتة جربوعة زي بسيوني خلينا أفوت فرصة كبيرة زي دي؟ المشروع ده لازم يتنفذ. المشروع هيتنفذ يا جميل، وبعدين انا تصورت انك انت هتركب دماغك اول ما شفت بسيوني. لا انا افضل ان احنا نستنى شويه، الجو هنا اصله يجنن، وانا لسه ما اتفرجتش على القريه. يا القريه كبيره للدرجه دي؟ متضايق؟ لا هتضايق من ايه؟ هو مش الاستاذ خالد هيكون معاكي برضه؟ طيب خلاص. شوف يا صحرا حبيبتي، انا ما يهمنيش غير انبساطك انت وبس. طب انا بقول دلوقتي تلاقي الجو رايق مش كده ولا ايه؟ يعني ممكن اجيلك دلوقتي؟ مستنياني على نار؟ طيب يا حبيبتي انا هجيلك جري. بابا يا مسعيني، بابا يا حبي. الحب جميل اللي عايش فيه، اسألوني 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 عليه. فكر قبل ما تجر وتجرح قلبي شريك، فكر قبل ما تجر مسيري حرام بيك. يا سعيد الدم انت واقف هنا بتعمل ايه؟ وقعد يغني طول الليل. جميل بقى كان لما يسكت يتهيأ له انه هو نام، يقوم يجي مستحسب خارج من الشريك، يقوم بقى ايه بسيوني يطلع له تاني وافضل يغني له كمان. الله، انما جميل كان بيتسحب عشان يروح فين؟ اكيد لازم الشاليه بتاع سحر. يعني قصدك ده راجل ما عندوش اخلاق، ده جميل لا عنده ضمير ولا عنده ذمه، وانا مقتنع بكلام بسيوني. اسمع يا اخويا يا فايق، بلاش تحط ايدك في ايد الراجل ده. شوف كل واحد حر في حياته الخاصه، انا ماليش دعوه غير بالشغل. الإنسان لا يتجزأ، الغير شريف في حياته الخاصة يبقى بالضروري يكون غير شريف في حياته العامة. الله الله يا هاني، أنت إيه بقى؟ سعادتك نايمة على ودنك؟ خالد بيه؟ خير يا فندم، حصل إيه؟ تعرفي بقى إنك أنت إنسانة مهملة ومواصفة علاقات عامة فاشلة كمان؟ أنا يا أستاذ خالد كده برضه؟ بس ده ما كانش رأيك فيه. اتخميت فيك يا اختي، بس بعد الخبر اللي انا سمعته اتاكدت ان انت مش شايفه شغل كويس. خبر ايه؟ برضه مش فاهمه حاجه. انا عايز افهم انت ازاي ما تاخديش بالك من اللي كان بيحصل بين بهيره هانم وفايق بيه. ايه اللي حصل؟ مصيبه يا هانم. لوليه حطت الراجل في دماغها وعرفت تلشن عليه وتوقعه في شباكه. فايق بيه؟ طبعا.
والاثنين دلوقتي جوز عصافير محلقين في سماء الحب من زمان قوي. انا مش قادره اصدق. لا صدقي، لان بهيره هانم بنفسها هي اللي بلغتني الخبر السعيد. خبر ايه؟ سيبت ركبي. بهيره وفايق قراروا يتجوزوا. ايه؟ انا مش مصدقه تاني. واحنا هنا اخر من يعلم كده. بقى هنضطر نفتح جبهه جديده، ما احناش فاضيين لها. جبهه ايه؟ موضوع زي ده انا مش فاهمه ايه علاقته بشغلنا. الله، يعني انت مهمله وكمان غبيه. استاذ خالد، استاذ خالد، لازم تقول الكلام ده. اعملك ايه اذا كنت مش عايزه تفهمي؟ افهم ايه؟ راجل ومن حقه يتجوز. فيها ايه؟ فيها ايه؟ فيها ايه يعني ايه؟ انت عارفه ده معناه ايه؟ ايه؟ معناه ان ليلى هيبقى لها شريك في مراسها. طب ما هو كده كده ليها شريك في مراسها ولاد عمامها. اديكي قلتيها، يعني مش ناقصه بقى ست بهيره كمان. انت عاوزني اعمل ايه دلوقتي؟ انا اقولك تعملي ايه. انت عليك بليلى، تحاول تبين لها خطوره الفكره عليها وعلى مستقبلها، وتخليها تحاول باي شكل انها تفركش الجوازه دي. بس جايز ليلى ترفض. ترفض ايه؟ ترفض تبوظ جواز ابوها. لا لا لا، مش ممكن. ده هي اكيد هترفض فكره الجواز من اساسها. بالعكس بقى، دي فرحانه بيها قوي. فرحانه؟ ايه اللي هيخليها تفرح بس؟ انت نافي ان ليلى بتحب ابوها ومستعده تضحي بكل شيء في سبيل سعادته، ومش بعيد تكون هي اللي شجعته. شجعته؟ لا، ليلى مش ممكن تعمل كده. وهو كده حاجه وحشه؟ فايق بيه راجل من حقه يتجوز، وبعدين عروسه ما تتعيبش. بهيره هنا من ست ولا كل الستات. بقولك ايه، ده رايك، يا ريت تحتفظي بيه لنفسك. احنا عايزين ليلى ورايها. ليلى معجبه بيها جدا، وياما كلمتني عنها. يروح فين ده ويسيب مكتبه؟ الواد ده لازم يتعاقب. الو؟ ايوه مين؟ مش عارف انا مين؟ انا والدي بيه. اهلا يا والدي بيه. ايه؟ اجتماع مهم؟ مع مين؟ معك؟ مع سعادتك شخصيا؟ لا قوي، تحت امرك. بس ليه؟ هو تحقيق ليه ومش ليه؟ لما تيجي هتعرف. بس المهم محدش ياخد خبر بالموضوع ده. قبل فين؟ ها؟ طيب بس بحذرك، مش عايز اي حد يشوفني. لا، مفهوم يا ولدي بيه. ده تحت امرك. ان شاء الله قبل الميعاد هكون موجود. انت تؤمر. مع السلامه. مع الف سلامه. صباح الخير يا استاذ انور. انا اسف جدا، صحيتك من النوم؟ لا، ما كنتش نايم ولا حاجه. اجتماع الساعه 4 بعد الظهر. ما اجيبش سيره لحد. طيب ماشي، مع السلامه. نفسي امثل زي البني ادمين اللي بيمثلوا. الو، مش فاضي. ايوه عندي 36 فيلم. ايوه مش فاضي 12 سنه قدام. مش فاضي. او عندي شغل اعمل ايه بنفسي؟ يعني اقطع نفسي ليل نهار بصور ما بنامش يا ناس. ما مين؟ استاذ خالد، الاجتماع امتى ان شاء الله؟ ها؟ مع مين؟ ماشي حاضر، بس ما تجيبش السيره لحد ارجوك. الو، اوه خالد، ازيك يا خالد يا اخويا؟ اهلا. لا معلش، اصل ما تعودتش يعني اسمع صوتك الجميل. خير ان شاء الله؟ ايه، عندنا اجتماع النهارده؟ مع مين؟
اوكي اوكي بس فين بالظبط؟ الركن ده البعيد الهادي. اوكي يا بنتي اهدي بس بلاش عيان. يجي لك قلب تتجوز واحده ثانيه غير ماما وكمان من غير ما تاخد رأيي؟ قبل ما ارد عليكي تسمحي تقولي لي مين اللي نقل لك الخبر ده؟ الاول الخبر ده حقيقي ولا كذب؟ انا مش هرد عليكي الا لما تقولي لي الاول. انا عرفت الخبر ده من خالد. خالد عثمان؟ أيوة. وهو قال لك الخبر ده باعتبارك مين فيهم؟ يعني ايه مين فيهم؟ يعني باعتبارك ليلى ولا عصمت؟ لا عصمت. وهو كان رايه ايه؟ كان سائر جدا وطلب مني اني ابلغ الخبر لليلى واقنعها انها تبوظ الجواز. انت بتتكلمي جد؟ وانا من امتى كنت بكذب على حضرتك؟ خالد شايف ان جواز بهيره هنا من حضرتك هيخليها تشارك ليلى في ميراثها، ده غير ولاد عمها. حتى انت كمان يا خالد، ده انت الوحيد اللي كنت فاكر انك مش طمعان في ثروتي، طلعت انت راخر زيك زي غيرك. المهم يا بابا طمني الخبر ده صحيح ولا لا؟ طمني بقى. اطمني يا بنتي، دي مجرد لعبة اتفقت عليها انا وبهيرة هانم. طب ليه قررت فجأة ان ادخل معاك الصراع، صراع الفرسان او العرسان؟ حبيت اني اكشف البهوات ولاد اخواتي، فاتفقت مع بهيرة هانم ان احنا نزيع الخبر ده عشان اعرف نوايا الكل. غريبة ان بهيرة هانم توافق على الفكرة دي. بهيرة هانم انسانة مخلصة جدا، بس مش ده المهم. المهم دلوقتي ان اللعبة دي كشفت لي عن حاجة ما تمنيتش ان اعرفها في يوم من الايام حتى ولو كانت حقيقة. تقصد خالد؟ انا ما توقعتش منه كده ابدا. خالد انسان يا بابا، جوه الاسود والابيض. عندك حق يا بنتي. المهم دلوقتي انا عايزك تستمري في اللعبة لغاية النهاية. تقصد ايه حضرتك؟ يا بنتي يمكن حد فيهم ينصلح حاله وضميره يصحى ويبقى انسان بالمعنى اللي انا افهمه انا وانتي. معقول خالد قال لكم تيجوا كلكم مع بعض؟ ايوه انا اللي اتصلت بيكم كلكم عشان تيجوا. ايوه لكن عايزكم تهدوا بقى عشان تعرفوا انا جمعتكم ليه. ايوه ليه بس عشان خلصنا؟ علشان احنا ورانا مشاوير طويله. ابدا انا بس حبيت اثبت لكم مدى اخلاصي ليكم. يس يس هات من الهند من الاخر، يعني احنا كلنا مخلصين زيك. لا كلكم واخلاص الاستاذ خالد كوب. عرفتوا بقى ان عمكو قرر من الجوز؟ لا 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 ايه ده ايه ده، ده بقى حاله ميؤوس منها اليوبلس كيس. لا 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 اكيد ممكن تتجنن زي ما بقول لكم كده. صدقوني اوعى تقول انه لو يتجوز عصمت. انتظر. يعني ايه انتظر؟ استنى استنى عايزين نعرف ايه الموضوع ايه الحكايه. عموما العروسه مش غريبه عنكم، كلكم تعرفوها. ها يمكن بهيره المعداوي 100%. برافو عليك يا زكي. ميرسي. انا لازم امنع الجوازه دي باي صوره. باي صوره تنفع دي؟ لا يا اخي دي صورتك. ايه ده صوره؟ يعني شكل باي منظر منظره يعني. ايوه ما انا فاهم. طب احنا لازم نقف كلنا يد واحده كده. طبعا والا كلنا هنروح في الباي باي. يا جماعه انتوا كله باميه بتهيألي انا كده عملت اللي عليا وزياده وفطمتكم قبل الفاس مقطوعه في الراس. ايه فاس وراس؟ ايه ده الراجل ده ابنورمال والله ابنورمال. ها يقول لك فطمتكم. يا اخوانا انا مش معاكم في الموضوع ده بصراحه. يعني ايه يا ولد؟ يعني انا شايف عمي يعمل اللي هو عايز يعمله طالما راجل غني ومقتدر ويقدر يتجوز مره واثنين وثلاثه ما يتجوز. احنا مالنا انور ودي لازم تفهموا خطوره الفيلم اللي احنا فيه، الموقف اللي احنا فيه ده. موقف ايه؟ انا شايف الموقف مش خطير ولا حاجه يا استاذ خميس. انا في الدنيا دي كلها ما يهمنيش غير حاجه واحده بس. عصمت كتك خيبه فيك وفي عصمت. يا ساتر يا رب، واحد ياكل ايده والتاني يقول لي كله باميه. انت بتقول له انور وجدي؟ ايوه بتقول له انور وجدي. انور ووجدي الاثنين مع بعض يا عم الروح. في حاجه اسمها انور وجدي؟ هضربك. عن اذنك. تصور اني صدقت. طب وانت عرفت من ايه؟ السلام ده كل النزل عرفوا الخبر وابتدى الصراع حوالين الثروه. بس انت اللعبه استهوتك.
واستهوتك انت كمان، والا ما كنتش سبت مكتبك وقضاياك للمحامين اللي بيشتغلوا معاك. بس انا مش هقدر اكمل. ليه بقى؟ لا، هي اللعبه صحيحه استهوتني، لكن اخويا انا ورايا مكتب ورايا شغل الناس، لازم ابشرها بنفسي. طب وعقد جميل بيه؟ يا سيدي انتوا اتفقوا على البنود، وانا بعدين اكتبه واصيغه واحطه في الصيغه القانونيه واجيبه لك بنفسي، وعشان كمان برضو اشوف اللعبه انتهت على ايه. بيرة، اهلا اهلا اهلا، مبروك مبروك عليكي. مبروك على ايه يا زكي؟ ده الاوتيل ايه ده؟ كان الاوتيل كله عنده خبر. انت قصدك على والله بصراحه انت عرفتي تنقي وهو برضو عرف ينقي. لكن انت موافق؟ اشكرك. موافق يا فندم، موافق قوي، بس على شرط. شرطك ايه بقى؟ يا ريت تقنعي عمي العزيز بانه يجوزني ليلى، وبالمره يبقى كفتتنا في حلتنا. قفشتك يا حلم، ولا حركه، خليك زي ما انت، اوعى تسيب حاجه، اوعى تسيب حاجه، خليك زي ما انت. مع البسيوني؟ ايه؟ بسيوني بيه؟ انت هنا من امتى؟ لا لا لا، اطمن، ده لسه واصل. طب لو سمحت، لو سمحت سعادتك، كلمتين بس مع بسمي بي على انفراد. معلش يا بايرة هاني، اصله دايما يزوغ مني وما صدقت لقيته. اوعى يزوغ منك المرة دي كمان. لا طمني، قدامي. اتفضل. ايه ده؟ دندونة دندونة. خليها معاك لو سمحت. ماشي لو سمحت. انا ماشي. انا راجع. بقول لك ايه، واحدة كبيرة اتنين صغيرين، ها اعملي معروف، ما حدش حد يكلمك. اتفضل اتفضل. هو ايه ده؟ خير يا بسمه؟ ايه اللي حصل؟ خير؟ وانت يجي من وراك اي خير؟ ليه يا اخي؟ ليه؟ الله، ده انا صديقك المخلص. مخلص؟ فين الاخلاص ده؟ انت نسيت وعدك ليا ولا ايه؟ يا ستر عليك. ايه يا ستر عليك؟ يا ساتر، ما نسيتش. يبقى نسيت ديونك بقى. ديوني؟ ديوني دي ايه؟ ايوه نسيت ديونك. الفلوس اللي خدتها. ايوه ما انا عارف اللي انا خدتها، والفلوس كل شويه تقول لي ديونك ديون. ايه ثانيه دلع، ما قلتلكش؟ ايه اسكت. إيه؟ مش انا كنت عند ليلى؟ لا. اوه عليك. لا. ده انت ضرب في نفخها ضربه. لا والله. اتكلمنا عليك كلام كتير قوي قوي. لا 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 لا، مش كل مره تقول الكلمتين دول. لا الله، وانا بكذب عليك، بتقول ده تيبي. والله قال ده تيبي ليلى. بتقول الراجل المناسب ليا، بتقول ده فارس احلامي. تصدق انا فارس؟ والله شفت شفت شفت، والله هتخطفها، ادي دقن هتخطفها. اعملهم اعملهم، هتخطفها ليلى من نصيبك. يا كلمت عليك كلام يا ربي ليلى. انا نفسي اصدقك. صدقني. طب اسالها اسالها، اقول لها زكي قال لك ايه. بس لا مش هسالها، انا بصدقك. الله يخليك. وعلى فكره ايوه، انا مش مستعجل قوي على الفلوس اللي عندك. يا ساتر اخس اخس اخس. لا 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 لا، اوعى تقولها. ليه؟ انا احصل لي شرخ هنا في العماره، اعمل معروف. شرخ؟ ديون؟ مفيش ديون، انا هتديها لك بعد يوم ولا اتنين. اعمل معروف، ما اقدرش انام على المخده وضميري مرتاح. يا سلام. طب ما انت نايم من يوم ما خدتهم على المخده ومتغطي باللحاف ومستريح. ايوه نومه عن نومه تفرق. يا سلام. النوم بتاع زمان غير النوم دلوقتي، اعمل معروف، هسددهم لك هسددهم لك. مش مهم عندي. الله يخليك. المهم ليلى ما حددتش معاك معاد الجواز؟ حددت يا سيدي. حددت. قالت يصبر اول بابا ما يتوفى. مين؟ يتجوز يعني؟ يتجوز ولا يتوفى؟ ايوه ما هو الاثنين واحد، جواز ووفاه واحد، مالك في ايه؟ هو فايق بيه ابوها هيتجوز؟ ايه؟ ما قلتلكش؟ لا والله ما قلتلك؟ والله ما قلت.
فيه. بص انت موت ليه كده؟ في حاجه؟ انت شاورت لي جيت اشوفك تعبان من ايه؟ في ايه؟ لا مش تعبان ولا حاجه، انا عاوز اقول لك يعني اصله هيتجوز بهيره. ايه مالك فيه؟ ايوه انت هتموت، انت بتموت بتطلع في الروح. صباح الخير يا ريس. بشويش ايه؟ صباح الخير يا نسا. صباح الخير يا أستاذ. الأستاذ خالد فين لو سمحت يا نسا؟ الأستاذ خالد. الله الحكاية بالله. حكاية ايه يا نسا؟ يعني شايفاك اليومين دول مهتم قوي بالأستاذ خالد. والله يا أنا مهتم بيه وهو مهتم بيا وإحنا الاثنين مهتمين ببعض، أدي كل الحكاية يا نسا. على العموم هو في اجتماع ما فيه بيه وجميل بيه. اجتماع عمل. شكرا يا نسا. عفوا يا أستاذ. أمشي؟ أمشي. فين دراسة الجدوى يا خالد؟ اتفضل يا فندم. طيب طلع لي الجزء الخاص بالتكاليف الإنشائية. تحت أمر. أهو يا فندم، اتفضل. أهي يا جميل بيه. اتفضل سعادتك. تقدر تطلع على الأرقام وتقولي رأيك. شكرا يا راجعت الكلام ده يا صاحبي هاني؟ بالكامل، واعتقد ان هو معقول جدا اذا احنا اخدنا في الاعتبار ان احنا ممكن نغطي بعض التكاليف دي على المدى الطويل. وانت ايه رايك يا خالد؟ انا شخصيا يا فندم بايد راي صاحب هانم، خصوصا كمان اذا خدنا في الاعتبار ان جزء كبير جدا من التكاليف الانشائيه هنعتبره اصول مملوكه للمشروع. المهم ان التكاليف الانشائيه نقدر نغطيها. فندم باب الايرادات المتوقع دخولها بيقول ان مفيش خوف ابدا من مسألة التكاليف الثابتة. أهم حاجة بقى باب الإيرادات. إيه ده؟ إيه ده يا جماعة؟ إيه ده؟ أنا سامع مصطلحات محاسبية ظريفة جدا ودي لعبتي، ما تنسوش إن أنا كنت كابتن فريق المحاسبة في الكلية. أنت إيه اللي جابك دلوقتي يا ولد؟ أنا قلت يمكن تحتاجوني ولا حاجة، يعني خبرة. أحتاجك في إيه؟ أنت مش عارف إن إحنا في اجتماع عمل؟ ايوه يا عمو، عشان كده انا قلت اجي عشان تاخدوا رايي كده. طيب انا عاوزك في كلمتين. طب يا جماعه معلش، عشان في حاجات عائليه بيني وبين عمي هتكلم فيها وجايز يحتاجني في حاجات كده برضه، فيا ريت خالد تاخد الجماعه في اي مكان، صحرا كان او بستان. احنا اسفين جدا يا جميل بيه صحرا هانم، يا ريت تتفضلوا معايا في قاعه الاجتماعات نتكلم براحتنا. بس ما تاخدوش اي قرارات غير لما اجي. طبعا اذنك يا فايز. على اذنك يا فايز. اتفضل يا فندم. نعم يا بابا. خير يا عم. انت ايه اللي جابك دلوقتي يا بارد؟ انت مش عارف ان احنا في اجتماع عمل؟ ما عشان كده انا جيت يا عم، والله جيت عشان تاخدوا رايي في مناقشه الموضوع. بصفتك ايه؟ كابتن اخوك الكبير وعندي خبره طويله في المشروعات الاستثماريه، وما تنساش يا عمو ان انا 15 سنه في الكليه. طب اتليه اتليه، يلا شوف روح شوف لك حاجه العب فيها. يلا ايه يا عمو، وانا مش اولى من خالد؟ قلت لك 100 مره مالكش دعوه بخالد، وتاني مره لو تحاول تفرض نفسك علينا في اجتماع زي ده انا ههزقك واطردك قدام الضيوف.
انت حر يا عم، انت حر، بس هتندم. خلصت كلامك؟ لا لسه. بالحق يا عمو، انا نسيت ابارك لك. تبارك لي على ايه ان شاء الله؟ يا عمو لحيت تنسى، ابارك لك على جوازك من بهيره. الله يبارك فيك يا سيدي، عقبالك. هيحصل، هيحصل يا عمو، هيحصل قريب باذن الله، بس حضرتك توافق. اوافق على ايه؟ على جوازي من لولا. ده لما تشوف حلمت ودنك. انا سبق وقلت لك مش ممكن انت بالذات اوافق عليه. طب من غير عصبيه كده يا عمو، بس انا عايزك تفكر في الاول. من غير ما افكر، انا بقول لك انت بالذات وبصوت عالي انا مش موافق عليه. انا كمان مش موافق. مش موافق على ايه ان شاء الله؟ على انك تتجوز بهيره. هي برضو اسمها بهيره يا جربوع، اسمها الأستاذة بهيرة هانم المعداوي بالفم المليان. وبعدين انت تطلع ايه يا جربوع انت عشان توافق ولا ما توافقش؟ انا ابن اخوك الكبير يا عمو، ولازم تسمع كلامي. طب امشي غور من وشي احسن اقوم الطش لك الدرع. يلا اخرج من هنا. ماشي عمو، انا غور مش عشان حاجة، عشان ملمش حوالينا الناس، انما في كلام تاني معاك يا عمو. امشي غور جاتك البلد. سوف اغور وسوف نلتقي يا عمو، وإلى حين نلتقي أرجو لك نوما هادئا وأحلاما سعيدة. أنت مساء يا عمي. أعوذ بالله. عهد. أوه هاو كم أي دونت بليف ذات. معقولة الكلام ده صحيح يا زكي؟ وأكيد لك إنه صحيح يا دولة هانم. إيه ده؟ زكي أنت بتعمل إيه؟ وشوش الذكر ليه، في حاجة؟ يعني بهيرة هتتجوز فايق؟ هتتجوز الملايين. وهو عارف ان هي طمعانة في فلوسه؟ لا طبعا مش عارف، لانه نايم في العسل نوم، مش دابت حاجة. يعني هي عارفه ترسم عليه وتوقعه؟ معقولة؟ امال هي قاعدة هنا ليه؟ اوانطة عياقة قاعدة عشان ترسم عليه وبعدين تذوبه وبعدين يتهور وبعدين يعملها. طب يا زكي انت يعني انت بتعمل ايه يا زكي؟ بقول له كلمه بيني وبينه كلام بقى. ارجوك ايه، انت عايزه ايه بالظبط ساعتك؟ طب هو قال لك ايه؟ قال لي ايه؟ قال لك ايه؟ لا ده سر بيني وبينه. طب anyway يعني انت هتسيبه يتهور؟ طبعا مش هسيبه فعلا. حناه. طب بقول لك ايه، بس انا شايفه يعني ان هو من حقه يتجوز. لا 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 جايله. لا 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 ده عمي وعمي الوحيد ماليش غيره ابدا في الدنيا. طب ما تشوف له عروسه تانيه مناسبه. يعني ايه؟ يعني عايزاه يتجوز، وبعد ما يتجوز يخلف، وبعد ما يخلف يجيب عيال، والعيال تورث. لا انا عايزاه تشوف له عروسه مناسبه، تليق بمقامه. افهمني احضرني يا زكي. مش عارف نظام الكونسريه اللي انت شغاله بيه ده. بقول لك يعني عروسه مناسبه. يعني انت عاوزاه يتجوزك انت يا دولة هانم؟ لا طب وليه لا؟ باي نوت ده هيتجوز التاريخ بحاله. اوه ده عايز خطه بقى. انا المليجي. قلت ايه؟ انا زكي هنداوي. طب روح وشوش انت. اوكي. حاضر يا رب، انت زعلانه مني ليه؟ اصلا كان فهمه بالنسبه لي اخر الامر. انت بالذات ما كانت لازم تشترك معاهم. مجرمين البعده الف واضحكوا عليا واستغلوا طبي. لا قولي لي يا عصمت، هي الطيبه دي عيب؟ بالعكس، الطيبه قيمه عظيمه في حد ذاتها، لكن العيب انها تتحول بمرور الوقت لنوع من الهبل وسذاجه. قصدك زي حالتي كده؟ الله يسامحك. انور انت زعلت؟ انا ما كانش قصدي. لا اسمك، انا مش زعلان منك، انا زعلان من الناس والبشر اللي عايزين يقتلوا كل شيء جميل ونبيل فيهم. دول الاسرار من البشر، طول عمرهم موجودين على الارض، بس دايما الخير بينتصر عليهم. عندك حق، ربنا بقى هو المنجي منهم. يوه نسيتيني، كنت عاوز احكي لك عن الاجتماع. اجتماع تاني؟
عمي. يا عصمت ما تفهمنيش غلط، انا مش قصدي اجتماع العمل بتاع عمي. وما انت وصلت ايه؟ الاجتماع اللي عمله لنا خالد. هو خالد عمل لكم اجتماع؟ ايوه، امبارح طلب مني انا واولاد عمي كلهم ان احنا نتقابلوا الساعه 4. كان عاوز منكم ايه؟ قال لنا خبر، انما ايه مش هتصدقي. ايه قول؟ تصدقيني؟ سوقتني، هصدقك. تصوري عمي فايق ناوي يتجوز، وهيتجوز مين؟ القديمه اللي اسمها بهيره. اه، وانت انت رايك ايه؟ انا مالي، يعمل اللي هو عاوزه، هو حر. برافو عليك يا انور. يا عصمت، انا انسان مؤمن بالحب، ازاي بقى احلى من الناس منه؟ وبعدين عمي هيتجوز ليه الا اذا كان فعلا بيحب. وجهه نظر برضه. ايوه، ما هو انا كمان بفكر اتجوز. ايه ده يا استاذ وردي؟ انا اسف، معلش خديتك، انا اصلي منتظرك من بدري. منتظرني انا ليه؟ كنت عايز احذرك ووعيك. تحذرني؟ تحذرني من ايه؟ من خالد عثمان. طب انا مالي بيه؟ سحر هانم، بلاش تضيع وقت وتخلي الناس تشوفنا. انا عارف سر العلاقه القديمه اللي كانت بينكم. انت عاوز مني ايه بالظبط؟ وطي صوتك لحد يسمعنا. تقدري تعتبريني فاعل خير. ارجوك يا استاذ وجدي، وضحه بسرعه، انت عاوز مني ايه؟ عايز اخدمك وتخدميني، يعني نظام نفع واستنفع. برضه مش فاهمه حاجه. افهمك، خالد عثمان ذئب خطير، غني على التعريف، على الاقل بالنسبه لك. خطف لقمه شهيه من بقي ولهفه هو. وانا داخل ايه بمشاكلك معايا؟ احنا الاثنين ضحايا المجرم واحد، عشان كده لازم نتعاون مع بعض، ما ندلوش فرصه يعمل فينا اكتر من كده. بس خالد دلوقتي ماضي بالنسبه لي وانتهى. علي انا الكلام ده؟ صدقني يا استاذ وجدي، هي دي الحقيقه، خالد ما بيهمنيش في اي حاجه. حتى لو عرفت ان هو بيخطط انه يتجوز ليلى بنت فايق بيه؟ مش صحيح كده. عندي مليون دليل لكده. تحب اوريكي بعينيكي؟ عايز تفهمني انه بيحبها؟ لا 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 لا، خالد ما بيحبش غير نفسه بس. ما تنسيش كمان ان ليلى غنيه جدا وعندها ثروه كبيره. السافل النادل الجبال، ما كفوش اللي عمله فيا؟ خالد ما يهمهوش غير الفلوس والنهب بس. مش بقولك يا اختي، خطف المشروع مني. تقصد المشروع اللي جميل بيه هيعمله مع عمك؟ ايوه، عمي كان مكلفني انا بالاشراف على المشروع ده، بعد ما تعبت وشقيت. ده انا اللي عامل له دراسه الجدوى. ايه ده؟ انت اللي عامل الدراسه الهايله دي؟ امال، انا بلا فخر خبره طويله في اقامه المشروعات الاستثماريه. بس ده فايق بين فهمنا ان بيت من بيوت الخبره العالميه هي اللي عامل دراسه الجدوى دي مقابل اتعاب عاليه. ما هو لازم يقول كده، الله يسامحه هو كمان. خالد قدر يضحك عليه ويقنعه انه يحل محلي، مع انه ما بيفهمش ربع اللي انا بفهمه. ياه، للدرجات دي خالد بقى وقح وانتهازي؟ مش بقولك اتسعر والفلوس عامت قلبه، عشان كده انا عايزك تقف جنبي عشان استرد حقي. ايوه، بس انا بايدي ايه اعملهولك؟ تقنيع جميل بيه انه يضغط على عمي عشان يديني الفرصه بس ان انا اتولى اداره المشروع بدل خالد. كل اللي اقدر اقوله لك اني احاول. وانا كل اللي اقدر اقوله لك اني هخلي خالد عثمان خاتم في صباعك، هغير لك اسمه من خالد عثمان لخاتم سليمان. ما قلتليش عملتي ايه في الموضوع اللي انا كلفتك بيه؟ موضوع الموردين بتوع البط والفراخ. بط ايه وفراخ ايه؟ انا بكلمك عن موضوع جواز فايق بيه من بهيره هاني. بلغت ليلى بالخبر. ها، وكان رايها ايه؟ زعلت جدا. وبعد ما زعلت جدا وافقت. ايه؟ وافقت على ايه؟ ان فايق بيه يتجوز بهيره هانم. يا سلام، غلط، اكبر غلط كمان.
وبعدين انت انا مش اتفقت معاكي قبل كده انك تحاولي تقنعيها انها تبوظ الجوازه دي وتمنعها باي شكل؟ حاولت بس هي ما اهتمتش. ازاي ما تهتمش بحاجه خطيره زي دي؟ يا عصمت بهيره دي مش ممكن ابدا تكون زوجة راجل محترم زي فايق بيه. بس ليلى رايها في بهيره هنا غير كده عشان ساذجه وما تعرفش حاجه عنها. استاذ خالد ما تنساش ان ليلى دي صاحبتك مش باين، لانها لو كانت صاحبتك فعلا كنت تخافي عليها وعلى مصلحتها وتحاولي تقنعيها باي شكل. اقنعها بايه بس؟ هو جواز حرام؟ يا ستي مش حرام ولا حاجه، بس بهيره بالذات لا. اسمعني، مالها بهيره؟ كلام في سرك يا عصمت. اصل بهيره دي بصراحه انسانه سيئه السمعه. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا رب استر علينا احنا ولايا. ولعلمك بقى، انت عارفه بهيره دي عملت ايه؟ قتلت جوزها الاولاني بالسيف. يا نهار مش فاير. عشان كده انا قلبي على فايق بيه، ممكن جدا الحكايه دي تتكرر واللي حصل لجوزها الاولاني يحصل لفايق بيه. فايق بيه لا الجوازه دي مش ممكن تتم ابدا، مش ممكن. عفارم عليك يا عصمت، اهو ده الكلام. شفتي بقى ان انا قلبي على فايق بيه وبتكلم صح؟ صح. اهلا صح. اتفضل. اقدر اخد من وقتك 5 دقايق؟ طبعا تحت امرك بكل سرور. طب عصمت اتفضلي انت دلوقتي، ما تنسيش تهتمي بالموضوع اللي قلت لك عليه. اهتم يا استاذ. ايه خير يا صاحبي؟ ايه ما افتكرش ابدا ان زيك ممكن يصاب الخير في حياته ابدا. ليه بس الكلام ده لازمته ايه؟ ايه اللي حصل تاني؟ احنا مش اتفقنا على كل حاجه خلاص؟ انت بتلعب بيا يا استاذ من جديد. انا؟ ابدا. صدقيني يا صحر انا فعلا عندي وعدي. انا خلاص ما بقتش اكل من الكلام ده، انت انكشفت على حقيقتك وهتفضل طول عمرك انسان انتهازي وغشاش. وبعدين معاك يا صحر، على فكره بقى اللي بتعمليه ده مش في صالحنا احنا الاثنين. اتكلم عن نفسك وبس، اللي زيك ما يهموش غير نفسه. انت خلاص يا استاذ سرك انكشف في الوقت المناسب. سر ايه اللي بتتكلمي عنه؟ انا مش فاهم حاجه. هفهمك، بس المرة دي بقى أنا مصممة أخد حقي منك ناشف.